مرحبا بكم على لقاء جديد من علوم الدار، أقدمها لكم أنا دعاء الحمادي. وفي نشرتنا لليوم، رئيس الدولة ونائبه محمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني آل سعود. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية فرنسا في باريس ويبحثان الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية ممثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية ممثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة رودريغو تشافيز، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة ممثلة إلى فخامة رودريغو تشافيز. استقبل صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر اليوم جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن راشد المعلى، كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الدوائر بالدولة الذين دعوا الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية كانت محور لقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع معالي جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وذلك في إطار زيارة سموه. وأكد سموه خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة لديهما رؤى ومواقف متقاربة في اتجاه التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب. وقد كان الموقف الفرنسي حاسما وداعما بشكل كامل لدولة الإمارات عقب تعرض مشاة ومناطق مدنية بالدولة لهجوم إرهابي من ميليشيات الحوثي في شهر يناير الماضي. كما أبدت فرنسا الصديقة تضامنها الكامل مع الإمارات العربية المتحدة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرار المنطقة بأسرها. واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الجارية في أوكرانيا وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتلبية احتياجات المدنيين المتضررين في البلاد.
استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية كندر، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة تعميما بشأن نوعية ومواصفات هذه المنتجات، موجها للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. معرض خزائن المعرفة في 50 عاما في مكتبة زايد إثراء للمشهد الثقافي والمعرفي في الدولة. إن واجب الوفاء والعرفان لوطن وفر الحياة الكريمة والسعيدة لكل أبنائه والمقيمين على أرضه يتطلب منا جميعا أن نجعله دائما في أعماق قلوبنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أهلا بكم من جديد. وإلى مستجدات تلقي لقاح كوفيد 19 في الدولة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم ما يزيد على 6500 جرعة من لقاح كوفيد 19 ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى اليوم 24,587,247 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 248.60 جرعة لكل 100 شخص. وإلى إحصائيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 559 حالة جديدة، هذا وأجرت الوزارة 242,463 فحصا جديدا أسهمت في الكشف عن 240 حالة إصابة جديدة بالفيروس. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة. أعززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامجها الرمضانية في 64 دولة حول العالم، ورصدت ميزانية إضافية لتوسيع مظلة المستفيدين منها خارج الدولة، وذلك بفضل تبرعات المحسنين والخيرين وتضامنهم الكبير مع تلك المشاريع وتجاوبهم مع حملة رمضان التي تتعزز فعالياتها على مستوى الدولة. وتنفذ هيئة الهلال الأحمر مشاريع إفطار صائم وزكاة الفطر
وكسوة العيد في 4 قارات، ويستفيد منها أكثر من 1 مليون شخص. وشهد مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة في تلك الدول إقبالا كبيرا من الصائمين خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، واكتظت الخيام الرمضانية ومواقع الإفطار الجماعية التي تمت إقامتها في الأحياء الفقيرة وتجمعات النازحين ومخيمات اللاجئين ودور الأيتام والمؤسسات التعليمية في الدول المعنية بالصائمين. وحرصت الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للصائمين وتوفير وجبات تتضمن العناصر الغذائية الأساسية من غالب غذاء أهل البلد المعني، مع مراعاة خصوصية كل دولة في هذا الصدد. أطلقت مكتبة تابعة لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي معرض خزائن المعرفة في 50 عاما في مكتبة زايد المركزية في مدينة العين في إطار برنامجها الثقافي الشامل الذي تنظمه هذا العام. تفاصيل أكثر عن المعرض في التقرير التالي. أكبر مكتبة عامة في مدينة العين، مكتبة زايد المركزية، جمعت بين أروقتها كتب العلم والمعرفة تتنوع بين الدوريات العلمية والمجلات الدورية والأعمال البحثية والمنشورات الأكاديمية للأطفال والكبار. توفر المكتبة لروادها مجموعة من المرافق كأجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت، وقاعات للقراءة، ومسرح ومكاتب لبيع إصدارات دار الكتب الوطنية. المكتبة تحرص دائما على دعم البرامج الثقافية المجتمعية، من أبرزها معرض خزائن المعرفة في 50 عاما الذي يستعرض مسيرة المكتبات ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الدولة على مدار 50 عاما. المعرض عندنا ياخذ على فترتين، اللي هي الفترة قبل الاتحاد وفترة بعد الاتحاد. الفترة اللي هي قبل الاتحاد عندنا المكتبات، سواء كانت مكتبات خاصة أو مكتبات عامة. أيضا عندنا المكتبات بعد الاتحاد، عندنا أيضا مكتبات عامة، عندنا مكتبات خاصة، مكتبات أيضا تخصصية. واليوم ما ننسى بفضل حكومتنا الرشيدة عندنا اليوم مكتبات متنقلة، مكتبات حديثة أيضا. المعرض سيقدم لزواره فرصة الاطلاع على باقة واسعة من الكتب والمخطوطات النادرة التي ضمتها مكتبات الدولة عبر العقود الماضية، وسيتم خلاله تنظيم مجموعة متنوعة من الورش والمحاضرات والندوات التي تستعرض مختلف جوانب تاريخ المكتبات في الدولة. جدير بالذكر أن معرض خزائن المعرفة في 50 عام تم إطلاقه تزامنا مع شهر القراءة الوطني، ليكون جسرا معرفيا يربط الأجيال الجديدة بمسيرة الرواد الأوائل ويعرفهم بالدور الذي لعبته المكتبات. مهر الجنيبي لمركز أخبار قنوات أبوظبي من مدينة العين. تدير وزارة تنمية المجتمع جناح الصنع الذي يسعى لتحفيز وتشجيع الشباب الإماراتيين على خوض غمار ريادة الأعمال وتصنيع المنتجات بأنفسهم. المزيد عن جناح الصنعة في القرية العالمية مع ناصر الرميثي. يعتبر جناح الصنعة أحد مشاريع وزارة تنمية المجتمع المستدامة الهادفة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة والاقتصاد الوطني عامة. ويتضمن جناح الصنعة لهذا العام آلاف المنتجات المبتكرة الحديثة التي تناسب مختلف الأذواق، بما فيها الأزياء العصرية والعطور ومجموعة من العبايات والملابس والإكسسوارات النسائية وملابس الأطفال، بالإضافة إلى الأواني المنزلية وأدوات التصميم والتزيين والديكور، والتي تم إنتاجها بطريقة إبداعية ومبتكرة تمزج بين الماضي والحاضر. أول سنة لي مشاركة، وكان صراحة بالنسبة لي دعم كبير من وزارة تنمية المجتمع كبزنس صغير، بزنس يعني منزلي. بديت معاهم والحمد لله، الحمد لله لقيت نجاح كبير الصراحة.
جناح الصنعة فرصة لتعريف الشعوب من الجمهور الزائر من مختلف الثقافات على إنتاجات الأسر الإماراتية ومشاريعهم. مكان مثل القرية العالمية مكان وايد مميز، وبداية إن شاء الله تكون يعني جميلة لنا، وأنا يعني أتمنى أن الشباب يكونون يعني من النوع اللي يتحمسون في موضوع أنهم يشاركون في مشاركات. مثلا إذا عندك كفكرة أو تبغي تشارك مثلا كبزنس معين تبغي تستفيد، أنا أقول لهم والله جوهد. وتجاوز عدد الأسر الإماراتية المنتجة المنضمة إلى مشروع الصنعة في وزارة تنمية المجتمع إلى أكثر من 2860 أسرة تدير مشاريع تجارية ومهنية متنوعة، بما يترجم الاستفادة من جهود الوزارة في دعم الأسر الإماراتية المنتجة من مختلف الفئات. جناح الصنعة في القرية العالمية يوفر فرصة للشباب لتشجيع وتحفيز تجربة ريادة الأعمال. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. 58 طائرة حجم أسطول العربية للطيران بنهاية عام 2021. خدمة الوطن ليست وظيفة، خدمة الوطن هي حياة كاملة. نحن وهبنا حياتنا لهذه الدولة، وهناك الآلاف من فرق العمل في الدولة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. أهلا بكم من جديد، وإلى جولة من الأخبار الاقتصادية نوجزها لكم في التقرير التالي. أعلنت الشركة العالمية القابضة عن توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات و300 مليون درهم، أي ما يعادل 2 مليار دولار، مع مجموعة شركة الاستثمارات الهندية العالمية أداني في قطاع الطاقة الخضراء وانتقال الطاقة وتطوير البنية الأساسية. وقالت العالمية القابضة إن هذه الصفقة تمثل بداية لعلاقة أوسع بين مجموعة أداني، وتمثل بداية لعلاقة أوسع بين الطرفين، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات من الإمارات إلى الهند. يشار إلى أن العالمية القابضة شركة تأسست عام 98 ومقرها العاصمة أبوظبي، وهي من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سجلت العربية للطيران ارتفاعا في أعداد مسافريها من جهة، وأسطول طائراتها من جهة أخرى،
فمن خلال بيانات على موقعها الإلكتروني كشفت العربية أن عدد مسافريها ارتفع 54% في العام 2021 إلى 6,700,000 مسافر، في حين بلغ حجم أسطول طائراتها نحو 58 طائرة بنهاية 2021. وتوقعت العربية للطيران استمرار الأداء الإيجابي في سنة 2022، وأضافت أن تخفيف قيود السفر الناتج عن الجائحة ساعد في تحول الشركة إلى الربحية. توقعت وكالة موديز لخدمة المستثمرين أن يستمر التمويل الإسلامي في النمو عام 2022 مع تسارع الانتعاش الاقتصادي، وخصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه تتوقع الوكالة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع حجم إصدار الصكوك هذا العام، مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نهاية 2021 بلغ العائد على الأصول لأكبر 4 بنوك إسلامية في الإمارات 1.14% مقارنة ب 16% نهاية 2020، في حين بلغت التمويلات المتوافقة مع الشريعة بنهاية نوفمبر 2021 قرابة 348 مليار درهم. تراجعت أسعار النفط مؤخرا ما زاد من الخسائر الأسبوعية بسبب حالة عدم اليقين إزاء قدرة منطقة اليورو على فرض عقوبات فعالة على صادرات الطاقة الروسية، وبعد أن أعلنت الدول المستهلكة عن سحب كميات ضخمة من النفط من احتياطات الطوارئ. وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط من المخاوف من أن الإغلاق في الصين بسبب موجة جديدة من كوفيد-19 من شأنه أن يبطئ تعافي الطلب على النفط في غضون ذلك. وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على سحب 60 مليون برميل علاوة على 180 مليونا أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض أسعار الوقود. مشاهدينا، وقبل الختام نسلط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم والمحافظة على الوزن المثالي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن في شهر رمضان المبارك لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة. والإمارات تولي الجانب الصحي والوقائي أهمية قصوى لتنشئة جيل سليم صحيا واجتماعيا وسلوكيا. في رمضان المبارك ينصح عادة بأهمية الانتباه إلى الصحة وتوخي الحرص في العادات الغذائية، لا سيما وأن التوجهات الصحية الحديثة تهتم بالنواحي الوقائية للحد من ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والسمنة. الإنسان الذي يتمتع بسلوك صحي فيمارس الرياضة بشكل منتظم ويحافظ على وزنه المثالي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يبتعد عن الإصابة بالأمراض المزمنة. دولة الإمارات تولي الجانب الصحي والوقائي المرتبط بالسلوك والتثقيف أهمية قصوى لتنشئة جيل سليم صحياً واجتماعياً وسلوكياً، فوفرت الخدمات المتنوعة من مستشفيات ومراكز صحية ونفسية وغذائية وبدنية، فلا شك في أن الصحة الجسمية والذهنية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، فكما الجسم محتاج إلى غذاء فالذهن له احتياجات روحية نستمدها من الرياضة بأنواعها، إضافة إلى ممارسة جميع صنوفها فهي بمثابة الوقود لإنتاج طاقة متجددة ومستدامة. الإمارات وطن الصحة والجمال والرياضة، تسحر من يعيش فيها ويتنفس هواءها. أعلام الجزائر وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه محمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني آل سعود. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية فرنسا في باريس ويبحثان الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.